جريمة ختان الإناث واللي جرمها البرلمان المصري وأصدر عقوبات شديدة جدا لكل من يقوم بهذا الفعل. هذه الجريمة اللي اعتبرها كتير جدا من المتخصصين إن هي ملهاش علاقة بالعادات، لا بالعادات المصرية ولا بالعادات العربية، بدليل إن المملكة العربية السعودية ما فيهاش ختان إناث، ولكنها عادة أفريقية ما عرفش جات لنا منين بالظبط وبتمارس بقالها عشرات السنوات في مصر، جريمة ضد الأنثى المصرية. مش عارف ليه حابب النهاردة أني نسمع مداخلات كتيرة من حضراتكم وخاصة من الصعيد. هل مع تغليظ العقوبات، هل مع تجريم رجال الدين ورجال القانون لهذه يعني الفعل، لهذا الفعل الشنيع، هل لازال في الصعيد ولازال في القرى والريف لازم نختن الإناث ولازم يقول لك عشان الشرف وعشان وعشان وامور اخرى ما اعرفش ايه علاقتها ببعض؟ ارجوكم احنا يمكن في الفقره دي هنتكلم ونتكلم في الكلام العلمي ونتكلم في الكلام القانوني، لكن محتاجين نسمعكم وخاصه اهلنا في الصعيد. اتصلوا بينا وارقام التليفونات هتبقى على الشاشه خلال الفقره. اسمحوا لنا في البدايه نرحب بضيفتنا اللي منورانا استاذه نيفين عبيد، الباحثه في قضايا النوع الاجتماعي ورئيس مجلس امناء مؤسسه المراه الجديده. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. منورانا. ده نورك حبيبي، اشكرك. اهلا بيكي استاذه نبرين. اهلا وسهلا يا استاذ. وعايزه ابدا مع حضرتك بقى من فكره المسمى ان ختان الاناث جريمه، ومع ذلك كنا بنشوف ان الجريمه دي لما بتتم بتعتبر قتل خطا والموضوع خلص على كده، لكن الخطوات الغير مسبوقه اللي احنا خدناها وصلنا لتوصيفها بانها جريمه، حضرتك بتشوفي النقله دي ازاي؟ طيب، هو طبعا ان مصر تشرع في قوانينها ان ختان الاناث جريمه هي نقله كبيره في مستوى على مستوى مناهضه ختان الاناث، وهو ملف حرج جدا وملف الحقيقه ليه علاقه باشياء كثيره فيما يتعلق بالمراه ومكانتها في الاسره. يعني ما هوش بس على مستوى الحقوق الجنسيه او السلامه الجنسيه او سلامه الجسد، لكنها كمان تتعلق بمكانه المراه في الاسره. إحنا شايفين الستات منذ بداياتهم كطفلات إيه مكانتهم ومستقبلهم في الأسرة، لأن جزء من اللي بيبرر الختان في الثقافة المصرية إن لما بتختني البنات بتخضعي أجسادهم تحت السيطرة وبتخليها يعني طرف سهل فيما يتعلق برغباته لاحقا، مكسورة وبتحملي نوع من أنواع التحكم والسيطرة فيها. وده لان احنا شايفين ان النساء في الاسره المصريه ما هماش معادلين متساويين انداد اكفاء مواطنين كاملين الاهليه داخل الاسره وخارجها، وبالتالي احنا عندنا خطاب كده دوناوي للنساء، نختنهم نضربهم نجوزهم بدري نطلعهم التعليم نعكسهم نتحرش بيهم، موضوع ان معاهم انهم اهداف للعلاقات الجنسيه وفقط، خلفوا وجيبوا عيال، لكن ما هياش ستات قادرات على ان يكونوا صانعات للقرار، فاعلات في المجال العام، سياسيات، مهنيات وهكذا. ودي ثقافه دخيله يا فندم، يمكن حتى واحنا بنتفرج على تماثيل اجدادنا الفراعنه الرجل والست كتف بكتف طبعا، والملوك والملكات. هي 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 طبعا احنا طبعا دي حاجه احنا نفخر بيها ان احنا يكون عندنا حضاره خاصه مصريه خاصه وهويه مصريه خاصه بينا كشعب، يعني ليه رافض عرقي خاص بيه، لكن الحقيقه ده ما يمنعش حاجتين مهمين ان احنا نقولهم علشان يكون عندنا برضو اتساع في الافق. المراه في مصر القديمه كانت تصل الى حدود يعني مواقع الملكيه وغيرها، لكن كان هناك برضو خطابات بتخليها موضوع للانجاب وقصه والدور داخل المنزل ولدعم الزوج، ويعني في الامر الثاني ما اشاروا ليه طبعا الاستاذ معانا ان هي ثقافه دخيله. طبعا ثقافه دخيله لان مصر شهدت عليها
وابل ومن الحضارات الأخرى اللي سواء الجائرة في المنطقة أو حتى ما هياش في منطقة شمال أفريقيا والدول العربية، لكنها في الآخر ثقافات بشكل عام. قلما ما توارد على مصر ثقافة تدعم فكرة المساواة بين الجنسين أو تشجع فكرة أن المرأة تساوي الرجل، اللهم إلا ربما الثلاث سنين بتاعت الحملة الفرنسية اللي كان فيها بعض المطبوعات وبعض الاستدعاءات اللي عمل حصل فيها مع محمد علي لاحقا، انه يطلع ناس للترجمة ويحاول ينقل بعض الثقافات الأوروبية. لكن بشكل عام انا عايزة ارجع تاني لمصر. مصر طبعا بتختن منذ حتى الثقافة الفرعونية القديمة كانت هناك فكرة يعني التختين. لكن أنا عايزة أقول اللي يهمنا في الموضوع ده هو العودة إلى القانون. القانون ساعد أن المصريين ياخدوا يعني أو ساعد أن مصر تاخد خطوة واضحة تجاه التجريم، ودي نقطة مهمة جدا من شأنها أن احنا نرفع وعي المواطنين والمواطنات المصرية أن ختان الإناث جريمة، وأنك لو ختنتي بنتك أنت بترتكبي جريمة. وكان في اللي موافق على ده بس مش قادر يتكلم، يعني موافق على أنها جريمة ومش قادر يتكلم. طبعا لأن في ضغوط اجتماعية عنيفة، في ضغوط اجتماعية عنيفة، أنت بتكسري عرف وتقاليد متأصلة في المجتمعات المصرية، وفي ضغوط، وفي كمان يعني غزل ديني كده، هو بيطلع خطابات دينية معينة ممكن للأسف تطلع تغازل الوجدان، يعني تغازل التقاليد والعرف وفكرة العصبية الاجتماعية، وتخلي برضو الناس تسير على. وهنا لازم نلفت النظر لحاجة مهمة جدا، ان احنا لازم تدخلاتنا في التجريم ما تبقاش بس التدخلات الأمنية، يعني فكرة أعمل بلاغ طب هطلع لا، أنا محتاجة كمان حاجات تانية تساعدني على الكشف الجريمة، وإني أساعد الناس على تقديم البلاغات. لأن ممكن جدا الناس تختن الستات، تختن البنات في السوق السوداء. ما هو أصل المواطن المصري برضو أو المواطن إذا كنت يعني إذا كانت الدولة ذكية إيراد فالمواطن أذكى 24 إيراد. يعني لو أنت مش عايزني أجوز البنت صغيرة طب خلاص مش هجوزها 15 بس هجوزها 18، واللي هم ممكن في السنين ما هماش مفارقين يعني. أستاذة فين أنا هستأذن حضرتك نكمل مع حضرتك، بس معانا ابتديت تليفونات وحابين نكلم حضرتك. أستاذ وائل من أسيوط أهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا استاذ وائل. الله يخليك، سلام عليك وسلام للدكتوره وكل اللي عندك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ وائل، اتفضل. الله يخليك. دلوقتي انت هتكلم عن ختان الاناث يا استاذ. اتفضل. عايز اقول رايي بس بصراحه، انا شايف ان الموضوع ده اصلا في الصعيد انتهى تماما، وبالاخص في اسيوط. يعني الناس اتطورت وبقى عندها فكر دلوقتي، والناس هتبص للمستقبل. حلو. والناس هتبص لاكل عيشها، وموضوع البنات ده انتهى يا فندم. والموضوع ان البنت تتجوز 15 الكلام ده ما فيش حاليا دلوقتي في الصعيد وفي مصر. حضرتك من اسيوط نفسها ولا من قرى؟ لا من قريه يا فندم. ومش موجود موضوع ختان الاناث؟ ما فيش الكلام ده عندنا خالص. احنا الدنيا اتطورت معانا، وعيشتنا في القريه بقت زي المدينه، بقينا احسن كمان في التعليم وفي كل حاجه. حلو جدا. احسن في كل حاجه. يا ريت بقول لتوعي الناس الناس الجيل الكبير الزماني، لكن الشباب اللي طالع ده ما فيش عنده الكلام ده. انا متجوز عندي بنتين وعمره ما هيحصل معايا كده. الله عليك. ومستني ولدي جاي في الطريق ان شاء الله، بكره هيتولد باذن الله. ربنا يجيبه بالسلامه. الف مبروك. واحنا سعداء جدا ان احنا بنسمع الكلام ده من حضرتك، ومحتاجين اتصالات اكتر من اهلنا في الصعيد واهلنا في القرى يقولوا لنا رايهم في موضوع ختان الاناث، هل موجود ولا لا. انا فرحان بالكلام اللي بيقوله استاذ وائل، ان هو من قريه من اسيوط، ومش والعاده يعني ما بقتش موجوده عندهم، يعني دي حاجه كويسه طبعا. طيب أرجع للنقطة اللي كنت بقولها وهعلق برضو على أستاذ وائل، هل فعلا ما فيش ختان خالص في الصعيد؟ يعني يكون حواليه هو شايف أنه ما فيش في المحيط بتاعه. أنا عايزة أرجع لفكرة أن احنا نساعد الناس على التبليغ، لأن قد يكون ده شوية يتجاوب مع مداخلة أستاذ وائل. لأن اللي بيحصل أن احنا ما بنعرفش حالات الختان على مستوى الرأي العام يا أستاذة غير لما تحصل حادثة وفاة. يعني أنت ما بتعرفيش أن حصل ختان إلا لما البنت تموت في إيد الدكتور. وده معناه إن في حالات بتوصل للدكاترة وبيتم تختنهم وحضرتك مش عارفة. ده أنت بتعرفي بس لما الموضوع يكون في أسوأ درجاته
انك تبقى عندك حاله وفاه لطفله انثى عشان حضرتك ختنتيها. لكن الختان يحصل بقى في يحصل ويعدي ازاي؟ على يحصل فين؟ يروحوا مستشفيات شكلها ايه؟ يروحوا مستوصفات شكلها ايه؟ يروحوا عيادات خاصه شكلها ايه؟ طالما خرجت بامان والبت اتلحقت وما فيش حاجه مش هتعرفي حاجة. لان احنا نجيد فكره القضايا المسكوته عنها، نجيد فكره الممارسات المسكوته عنها. مش بنحب نتكلم احنا في الحاجات دي، حاجه خاصه بالاسره، ما هو اللي حبش حد يتدخل فيها. السكوت ده للاسف، وبالتالي احنا عندنا اشكاليه كبيره الحقيقه في ان احنا ما بنعرفش الختان الا لما يبقى عندنا مصيبه كبيره يواجهها الراي العام. طب نعمل ايه بالقانون؟ لازم نحفز الناس على التبليغ، ووجد علاقات واسعه من اصحاب المصالح اللي من شانها انها تساهم في زياده نسبه البلد. وفي حاجه ثانيه يا فندم، معرفش حضرتك تشاركيني فيها ولا لا، اذا كان استاذ زويل مثلا بيتكلم في قريه ما فيهاش هي بتبقى عدوى، القريه اللي بيبقى فيها واحد هي سيزون كمان بيغيروا، مش بيغيروا من بعض، لكن بيقول لك طب ما يعني ايه عملت انا اعمل هو بيحافظ على بنته وختنا واحنا لا، الناس تقول علينا ايه؟ احد مصوغات الزواج في بعض ثقافات الأسر الممتدة. يعني حتى وده مش من 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 وحي الخيال، ده حاجة حصلت. تبقى متزوجة ويكتشف إنها غير مختنة، طب ارجعي لأمك، ده جنان رسمي بقى. يعني ينهي جوازه ويهد بيته عشان مش هي مش يعني لا روحي اتصرفي بعدين ترجعي يعني وات ايفر. انا ما احبش حد يبقى شريك من شانه ان يهدد يعني امني الذكوري في علاقتي بيه، لان طبعا في تصور ان الختان من شانه انه يعني يسيطر على الرغبات الجنسيه. انا هستاذن بس حضرتك دكتور ساميه خضر، استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك. ويعني طبعا القرار اللي اخذته الدوله وموافقه مجلس النواب على تغليظ العقوبه لجريمه بشعه هي ختان الاناث، لو قلنا مجتمعيا هل ممكن نامل او نطمح ونحلم في يوم من الايام تنتهي عاده ختان الاناث من المجتمع بالقانون، ولا محتاجين ايه معاه؟ الحقيقه يعني انا يعني بقول فعلا انه احنا عندنا الان قائد ملهم ومؤمن بدور المراه في المجتمع ومكانة المرأة في المجتمع. هذه الإشكالية التي سيادتكم بتتحدثوا عنها موجودة يعني منذ فترة طويلة جدا، وتعمل فيها دراسات متعددة. الموضوع عندنا مش بس الدراسات، مش بس القوانين، طبعا القوانين تغليظ القوانين ده أمر مهم، ولكن محاولة إن احنا كل شوية نذكر المجتمع المصري بهذه الآفة الخطيرة دي الأهم. ما ينفعش إن حاجة بقى لها سنوات وسنوات وسنوات وإحنا لسه بنتكلم فيها، لأنه إحنا ما بنحاولش نعمل تذكرة، ما بنخبطش كده على الصورة الذهنية لهذا الأمر ومشاكله علشان نخلي الناس تفهم أكتر. أنا عايزة أقول لحضراتكم إنه يعني لما يكون في كتاب وكاتبات محترمات زي ناديه رشاد وزي حسن شاه والناس اللي كانوا حيلين دول قدروا يغيروا القوانين، قدروا يغيروا المواقف. انما احنا دلوقتي ما بنهتمش في حياتنا حتى في الصوره الذهنيه للدراما بالامور المهمه، بقينا يعني الموضوع بقى كله تجاره. لا، ده احنا محتاجين فعلا ان احنا نزيد ونعيد. وبشكركم انتم الحقيقه انكم بتلمسوا هذه الافه الخطيره اللي من يوم ما احنا بنتكلم فيها من سنوات وسنوات. محتاجين ان يدخل اساتذه علم الاجتماع وينزلوا للمدارس ويتكلموا مع البنات، وزي ما كنا بنعمل زمان، كنا بننزل وكان البنات بعد كده هم نفسهم بينزلوا للقرى والنجوع. احنا صحيح. كنا بنعمل كده زمان. يعني حضرتك بتاكدي على الدور فيها. حاجة بتاكدي على الدور المجتمعي، على الدراما، على الاعلام، فكره التوعيه المجتمعيه هي دي اللي هتكون. القانون ده حاجه مهمه جدا طبعا، لكن بجانب القوانين. انا بشكر حضرتك جدا دكتور ساميه خضرة على مداخلتك، وده بياكد على الدور المجتمعي. معانا برضو من اهلنا في الصعيد استاذ حنا من نجا حمادي. استاذ حنا اهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. صباح الخير عليك وعلى الدكتورة وعلى كل المستمعين. أهلا بيك، تفضل. رأيك إيه في موضوع ختان الإناث، وهل موجود عندك في نجا حمادي ولا الموضوع خلاص اختفى؟ لا لا لا، الموضوع اختفى تماما تماما من نجا حمادي. أنا من قرية تبع نجا حمادي، قرية السلامية، ما
ما فيش نهائيا حاجة اسمها ختان للبنات، وما فيش حاجة زي كده نهائي. حلو جدا، حلو جدا، احنا مبسوطين جدا بالكلام اللي بنسمعه، يا رب ده يكون موجود في كل القرى في كل الريف. شكرا ليك. طيب استاذه نيفين، اللي بيقول انه ما فيش، يعني اكتر من حد بيقول ما فيش حاجه بتاكدي ان الجريمه لما بتحصل ما حدش يسمع عنها غير لما يبقى في مصيبه طبعاً. او حد طبعا وعايزه اقول كمان حاجه، اذا كانت يعني الدوائر الصانعه القرار السياسي والتشريعي في مصر اهتمت انها تحقق خطوه على مستوى التشريع، فهذا وان يؤكد ان احنا نواجه اشكالياتنا ومشاكلنا، مش بنواجه مشكله مش موجوده. طبعاً. يعني انت مش بتطلعي قانون على مشكله اجتماعيه مش موجودة في المجتمع، انت بتطلعي قانون على مشكلة مجتمعية موجودة في المجتمع، بتغلظي العقوبة عليها بالظبط. وخلونا كمان يعني نؤكد على حاجة مهمة، احنا مش بصدد يعني هل هنتفق ونختلف في ختان ولا لا، احنا بصدد ان لو في ختان لازم يقف. خلينا احنا ناخد خطاب اكثر حسما وجذرية في ان هذه الظاهرة وان وجدت، وهي وجدت يعني ووجدت كمان على مستوى حاجات تانية، أنا برضو هاجر حضراتكم بس عايز أكثف المداخلة علشان ندي معلومة مكثفة، وإن وجدت وهي موجودة ولمصر تاريخ متراكم في ممارسة ختان الإناث، ما فيش سنة تقريبا بتخرج من غير قضية رأي عام تتعلق بختان الإناث في مصر، وحتى على مستوى قضايا الرأي العام وإن هي مش منتشرة على القضايا على البعد الجماهيري، كونها أنها توصل للرأي العام هو يستحق مننا الوقف. طيب هل هي قضايا رأي عام فقط؟ لا مش قضايا رأي عام فقط يا أستاذة، في نسب وإحصاءات بتقول إن في مشكلة تتعلق بثقافتنا وتفكيرنا وطبيعة التعليم اللي بتتلقاه الجنسين، ليه علاقة فيما يتعلق بحقوق الصحة الإنجابية للستات إجمالا، للنساء إجمالا، وهي مسألة كمان تتعلق كمان بالخطاب الرسمي حوالين الزيادة السكانية والكثافة السكانية ومرات الإنجاب وتباعد مرات الإنجاب وتنظيم وسائل الأسرة، كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية للمرأة هو ما هوش من الملفات المتقدمة فيما يتعلق بمكانة المرأة في المجتمع، ولا هي الملفات المتقدمة فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للستات. وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نشتغل على الموضوع ده بداية من الختان وصولة للثقافة الجنسية، وده موضوع مهم جدا ان احنا نعلم بناتنا وابنائنا من الطرفين من الجنسين ان هناك معرفة جنسية ومعرفة إنجابية تتعلق دي. نعملها ازاي دي يا فندم؟ اه حضرتك بتتكلمي في حاجه بتتكلم يعني في امر صعب جدا، اي واحده يعني هتتكلم في اي حاجه على فكره ولد او بنت في سن الاطفال اللي هي اسكت عيب تتكلم في الموضوع. انا هقول لكم شويه، ما احنا اسكت عيب، ما احنا بصي الازمه دي هتفضل موجوده، والازمات يعني التحديات التي يواجهها الفاعلين على التغير الاجتماعي ما هيش مبرر في ان احنا يعني ان احنا نتوقف عن العمل. معظم المتزوجون ما عندهمش ثقافه جنسيه، وعشان كده عندك ارتفاع في معدلات الطلاق، وعندك طبعا مشكله في ملف الاحوال الشخصيه، وعندك مشكله في كفاءه التنميه، وعندك مشكله في ادماج النساء في عجله التنميه، وعندك مشكله اقتصاديه ممتده، وعندك تأنيس للفقر، يعني الفقر مؤنث، معدلات الفقر بين النساء اعلى من معدلات الفقر بين الرجال. نعمل ايه موضوع الثقافه الجنسيه ده، وازاي يبقى مجتمع مثقف جنسيا؟ انت عندك الشباب فيما يتعلق باخر مسحه عمل للشباب بيقول ان هم نفسهم، وهي اجيال طالعه، هي كانوا حوالي في سن 15 14 سنه من اخر مسحه عمل في الخمسه الاخيره من الالفيه السابقه، خلاص ان هم شايفين ان مثلا ختان الاناث ضروره، شيء مهم، وانا لو اخذت واحده اخدها مختنه، ده نسبه كبيره من الشباب كانوا شايفين كده، ان هم شايفين ان لبس الفتيات مبرر للتحرش والعنف الجنسي، وده الشباب اللي هو يعني بعض المداخلات واخرين بيراهنوا على قاطره الشباب، وانت عندك مجتمع اغلب يعني كثافته السكانيه شابه، يعني دول اللي جايين، دي ثقافه اللي جايين، خلاص؟ فلو احنا عايزين نشتغل على ده هنقدر نشتغل على اولا كل مرحلة وليها القدر التي يتناسب مع معرفته فيما يتعلق بالتوعية الإنجابية والجنسية. ده ما تدخلش على العيال تعمل لهم أطفال في المدارس تعمل لهم تروما معرفية، يعني صدمة معرفية. ما تعملش كده، هو في أصول لفكرة التعليم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية. إحنا لما كنا لغاية إعدادي بيتعمل لنا الفصل بتاع تشريح الأجهزة التناسلية، اغلب الفصل ده ما كانش بيتدرس في الفصول، كانوا بيفصلوا الاولاد عن البنات، ورغم انه كان موجود في المقرر. طب المدرس نفسه مين اللي مسؤول عن المعلم اللي شايف انه عيب يدخل انه يتكلم على حاجه زي كده؟ انت كان عندك مشكله كبيره حتى في ان يتم تدريس
الثقافات الجنسيه والعلم السكسولوجي اولوجي دي ده لاحق لغوي لاي مفرد من شانه ان يخلي المفرد ده علم. أي طبعا. ما كانش بيتعمل ده الا في بعض كورسات التعليم في كليات الطب وطب عين شمس مش كل الطب. فعندك مشكله كبيره جدا فيما يتعلق ان تتصالح مع المعرفه الصحيه والانجابيه والجنسيه للجنسين وده مع مثقفين ودكاتره واكاديميين. طب حضرتك بتتكلمي في ان التوعيه دي احنا محتاجين الاطباء والمعلمين ويعني طبعا انت محتاجه رؤيه شامله تعمل على فكره المساواه بين الجنسين على اسس المواطنه. طالما انا مواطن وانت مواطنه ليه لما يبقاش احنا بيننا عداله بين الجنسين؟ طب انا استاذن حضرتك بس يعني اهلنا في سوهاج واستاذ واصف صباح الفل. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ واصف اتفضل. معلش هو الموضوع ان انا من سوهاج المراغه تمام؟ تمام. بس هو عندنا هو قلد نسبه اكثر من 50% بس التدين موجود. يعني قل ب 50% لكن موجود يعني كده تقريبا النص لسه عنده قناعه بيه. تمام. طب تمام بس ما المشكله ما فيش حد عارف يبلغ او ما فيش حد لو واحد مثلا عمل الطهاره ما حدش بيروح يبلغ ولا حاجه. بس حضرتك يا استاذ واصف شايف ان الموضوع غلط يعني مثلا لو حد طيب من قرايبك عنده بنت او وقال لك انا ايه انا البنت لازم كبرت ولازم تتختن حضرتك عندك استعداد تقول له ان ده غلط وما ينفعش وكده؟ ماشي بس هو في واخد نظام التقاليد الزمان ان البيت لازم تتطهر مش عارف ايه كده عشان بكره وبعده هي تقاليد زمان بس في نسبه قلت المتعلم المثقف تمام قلت شويه بس برضه موجوده لكن مش موجود لكن طمع. لسه موجوده خلي تمام وبالنسبه برضه في بالنسبه للقرى ماشي يعني متكرر قوي في القرى تمام يا استاذ يوسف شكرا هاخد استاذ روماني بس انا عايز ما فين السيدات الفضليات يكلمونا يقولوا لنا حتى رايهم ايه يعني استاذ روماني من القاهره اهلا بيك ايوه يا فندم حضرتك صباح الفل صباح الخير يا فندم اهلا بيك اتفضل رايك يا استاذ روماني والله رايي هو الموضوع فعلا اللي عملته الدوله ده قرار صح فعلا الموضوع غلط فعلا بس هو ما كانش فيه ثقافه ودلوقتي الناس ابتدت تفهم وابتدت تعرف وما بقاش الموضوع ده يمكن متهيألي بقى خلاص كده يعني هيبقى ان شاء الله موجود تاني. بس انت شايف يا استاذ روماني الوعي ابتدى يبقى موجود ولو بنسبه ولا شايف ان احنا لسه قدامنا كتير؟ لا 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 بنسبه كبيره فعلا لا 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 فعلا بنسبه كبيره قوي يعني بصراحه كل اللي في التلفزيون والدعايه والاعلام كل الكلام ده حلو طبعا ده بيفهم الناس اكتر. التوعيه. ان في ناس في حتت ارياف وحتت محافظات مثلا ما يعرفوش حاجه يعني. صحيح. بيبتدوا ان هم يفهموا يتعلموا على طريق حاجه زي كده يعني لازم طبعا البرامج والوعي وكل الكلام ده مهم جدا طبعا من الدوله ومن كل القنوات الاعلاميه شكرا ليك يا استاذ روماني يا استاذ نصري من سوهاج اهلا بيك ليك يا فندم يا استاذ نصر اتفضل الو ايوه سامعينك يا استاذ نصر اهلا بيك اتفضل قول لنا رايك ايه انا رايي ان هو ده يعني حلال ولا حرام بس في الشارع بتاعنا وال والتقاليد بتاعتنا ان ده حرام. حرام. بالصح برضه؟ حرام. لكن في ناس بتاخد الدين يعني سبب وتقول لك لا ده لازم يعني بيستغلوا حتى ده. هي يقول في ناس بيقول لك ده الشريعه والتقاليد بتاعتنا والعادات بس ده تخلف. تمام برافو عليك شكرا شكرا لحضرتك. استاذ انفين انا نفسي اسال بس يعني خايف الوقت يسرقنا من إيه؟ أنا كمان عايزة أكثف التدخل يعني اتفضل حضرتك أنا بس ثقافة يعني عايز حضرتك تكملي في نفس السياق ثقافة العيب اللي احنا بنقولها كتير جدا أو بنشعرها كتير جدا وإن الشاب قبل ما يتجوز بيوم ولا حاجة في حد بيجي يفهمه لأن كل ثقافته متاخدة من على الإنترنت والأفلام الإباحية هي كمان ماما ولا أختها ولا عمتها بتقعد معاها تقول لها الكلمتين وأعتقد هذه الثقافة بينتج عنها خراب بيوت كتير زي ما حضرتك قلتي واشرت ليها. احنا محتاجين نشتغل على مناهضه الختان على عدد من المستويات يا استاذ. اولا وجود التشريع من شانه انه يقول ان هناك اراده سياسيه ودوله قويه من شانها انها تتدخل في مناهضه الختان ودي رساله للمواطن والمواطنه اللي عندهم استعداد انهم يختنوا عيالهم. Which is great. دي حاجة كويسة جدا احنا ما كانش معانا هذا الظهير ما كانش موجود بالشكل ده رغم ان كان في اجتهادات قبل كده في قانون الطفل لكن كانت اجتهادات السابقة تجيز تطبيب الختان يعني ايه؟ يعني ما بتجرمش الختان اذا قام به الطبيب ودي واحده من اخطاء يعني التاريخيه في مناهضه الختان في مصر. مصر في التسعينات
قالت للناس بلاش تروحوا للدايات، روحوا للدكتور، روحوا للدكاتره والمستشفيات، حفاظا على البيت عشان ما تموتش. يعني الطبيب لانه هو شخص انت بتثق فيه هيشوف البنت تقول اه ما فيش احتياج للختان فيلا مشيها مش هنختنها. طبعا ما حصلش ده. الاطباء برضو من شانهم انهم يشوفوا ازاي يسترزقوا، لو عمليه لوز ملهاش لازمه هيعملها، لو عمليه قيصريه وممكن تولدي طبيعي هيولدك قيصريه، ولو انت مش محتاجه الختان وهو اصلا لا يوجد احتياج طبي للختان هيقول لك نختنها وانا لا ختنها لك فتثق فيا. الى ان وصلت القضيه في مصر او معدلات الختان الى 82% من نسب تختين البنات بيقوم بها اطباء، وبالتالي انت نسب المخاطره بتقل. ما هو الطبيب هو اللي بيشتغل رغم ان في مخاطره برضه، رغم ان في مخاطره برضه. ليه؟ لانك انت بتفتح سوق سوداء، وسوق سوداء امنه. ومصر فضلت في الموضوع ده الى ان صدر هذا القانون بتجريم الختان والمنشات الطبيه وكل من يتورط من الاطباء في ممارسه الختان باعتبارها جريمه يعاقب عليها القانون. وهو ده الاضافه الحقيقيه في موضوع تجريم الختان في ملف مصر فيما يتعلق بالختان. واعتقد ان ده مهم جدا ان يكون لنقابه الاطباء دور واضح في تتبع مدى مهنيه اطبائها، وانها تعلن محاسبات واضحه وتفعل لجان التاديب داخل النقابه المركزيه والنقابات الفرعيه للاطباء المتورطين في ختان الفتيات. والقانون في الغاء ترخيص والغاء وطبعا ما هو ما انا بقول لحضرتك القانون ظهير ايجابي جدا، لكن انت محتاج بقالك سنين مفهم الناس ان لو الطبيب هو اللي قام فانت في السيف سايد. غير بقى الافكار اللي حضرتك زرعتها وانت بتحاول تعدل المسار. ما هي دي واحده من نغير ازاي يا استاذه نيفين برضو لان الوقت بيجري معانا. كويس انك تاخدي موقف من تطبيب الختان طبعا. تمام. مهم، وده شيء مهم. مهم ان احنا نستدعي النقابه دائما في انها تاخد موقف مهني من الاطباء اللي هيتورطوا في ختان الاناث. طبعا لا تصالح في الموضوع ده الجزئيه عمليه غير مهنيه. الجزئيه الثانيه يا استاذه، الجزئيه الثانيه نحو ثقافه جنسيه صحيحه نعملها ازاي؟ التعليم وغيره من الاعلام. ادينا داخلين على رمضان لما نشوف الدراما اللي هنتحيا يعني هنتحتف تحف بيها. هتقدم لك اي رساله للستات، مش لازم تقدم لي رساله مباشره على الختان ولا عدمه، لكن مهم جدا انك تبقي عندك خطاب حقيقي، عندنا خطاب حقيقي يعيد للمراه كرامتها داخل الاسره المراه ودورها، ويكون شايف ان الستات مش معرضه انها تتلطش بالاقلام من راجلها علشان يأدبها. صحيح. وانها تكون عرضه مش تجرم فكره ان علشان انت حلوه شويه ولا لابسه كويس ولا انا استبيحك. يعني كل الرسائل السلبية تجاه نظرة المرأة وتكريس المرأة في البعد الجسدي والجنسي لازم يتاخد منها موقف. بقى العكس بقى نخليها إيجابي. ويخليها كمان على مستوى الحضانات وتفعيل الشباب المستنير بقى أنك تطلع رسائل شاب من شأنها أنها تقدم ثقافات جنسية. والتعليم ومناهج التعليم لازم يكون هناك قسط مدروس. صح. من المعرفة التي تتعلق بالصحة الإنجابية وسميها كده عشان الناس تقبلها. والوقت بالصحة بسرعة. الإنجابية الأخير معلش الأخير، لازم نزود نسب تبليغ على حالات الختان ونشجع الناس تبلغ بأن احنا نوسع. يبلغ مين؟ يبلغ النيابه، يبلغ خط الطفل، يبلغ لو لقيت حد جنبك بيختن بنت روح بلغ قسم الشرطه. بس فيه مشكله كبيره ان احنا عندنا مشكله ان تغليظ العقوبه حاجه جيده، ولكن المساس بالتغليظ بالاهل يخلي الناس تدار على الاهل. واحنا عايزين هنا هو نحاول نلتف حوالين الى اي مدى تغليظ العقوبه على الاهالي هيسمح بالبلاغات ضد الموضوع الفتن. كبير ومحتاج وقت اكتر، ومحتاج عشان التوعيه ونوصل ده للمجتمع محتاج شغل اكتر. وان شاء الله يكون لقاءات ثانيه مع حضرتك ونتكلم اكتر. استاذه نيفين عبيد الباحثه في قضايا النوع الاجتماعي ورئيس مجلس امناء مؤسسه المراه الجديده، شكرا لوجود حضرتك معانا. نورتينا. نورتينا جدا. اشكركم على اهتمامكم. اشكرك. نشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، مستنيينكم بكره ان شاء الله 9 الصبح وصباح النور. يومكم جميل.